يقول حافظ إبراهيم: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواصة عن صدفاتي؟ علينا كمجتمع عربي أن نحدد شكل العلاقة بيننا وبين اللغة العربية. نحن دائما نتحدث عن اللغة العربية في الطور الأكاديمي والبحثي، نحن نحترم قطاع الأعمال بالحديث بالإنجليزية، والمهندسين بلغتهم، والأطباء بلغتهم، لكن أن تسيج هذه النظريات في رفوف الكتب أو في البحث العلمي فقط بدون ترابط فاعل في الزمن، هذه أنا عندي موقف منها ولا بد أن نتخلص منها جميعاً.